أرسل نجم فريق ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح رسالة رائعة في شهر رمضان المبارك لتصريح منه لأول مرة يحدث في التاريخ، حيث أمر الفريق الفني النجم صلاح أن يفطر من أجل الاستعداد بأفضل صورة للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا حتى لا يكون مرهقا خلال المباراة بسبب الصيام لساعات طويلة. ولكن صلاح أصر بأنه لن يتأثر كثيرا بالصيام لساعات طويلة من اليوم، وقال النجم المصري إنه لن يكون الأمر سهلا ولكنه معتاد على الصيام خلال الشهر الفضيل، وقد مر بمثل هذه المرحلة من قبل خلال فترة الإعداد قبل الموسم، وكان الأمر وقتها أكثر صعوبة، إلا أنه تأقلم مع الوضع بشكل جيد. ليؤكد صلاح أنه لن يتخلى عن الصوم في هذا الشهر الفضيل، وليقدم أفضل نموذج للإنسان المسلم المؤمن الذي لا تمنعه ظروف الحياة من أداء فريضة الصوم.